إنها البصرة، أغنى مدن العراق ونافذته على الخليج. يوقد سكانها غضبهم بمقرات حكام العراق الجدد، ومعهم قنصلية جار السوء كما يصفونها، من دون خوف أو وجل. بعد شهرين ونيف من مظاهرات واسعة ومتواصلة في المحافظة، وفي جمعة غضب فارقة أعقبت خميساً دموياً، ضاقت شوارع المدينة بالبصريين خنقاً بالغاز المسيل للدموع ورصاص القمع الحكومي، فاقتصوا ممن أراق دماءهم وحرمهم حتى من الماء، فترجم الغضب هكذا. امتدت نيران الغضب إلى كافة مقرات الأحزاب المتنفذة بالبصرة الساطية على مقدراتها، بدءا بحزب الدعوة الحاكم، مرورا بالمجلس الأعلى وتيار الحكمة وغيرهم، ثم مقرات الميليشيات كبدر والعصائب وحزب الله، حتى انتهت بالمقر الرئيسي لميليشيا الحشد في منطقة القصور الرئاسية، فأحاله المتظاهرون أثرا بعد عين. ثم توجت غضبة البصريين باقتحام القنصلية الإيرانية وانزال العلم الإيراني من فوقها، ثم إحراقها بالكامل، حتى وصلت النار إلى قضاء الزبير، فأحرق هناك مقرا لميليشيا الحشد ومقر لحزب الدعوة. ردة الفعل الحكومية لم تختلف عن سابقاتها، فتأسفت على ما جرى لقنصلية طهران وتوعدت بمحاسبة الفاعلين. أما عناصر الميليشيات والقوات الحكومية فأمطروا من جانبهم المتظاهرين بوابل من النيران في شوارع المدينة، فقتل بعضا وأصاب آخرين، وأعلن بعد ذلك حظر للتجوال. وفي خضم حالة الغضب الشعبي المتواصل في البصرة والخشية من استنساخها ببقية المحافظات، خرج قادة الميليشيات مهددين بالتدخل، بل وأكثر من ذلك عبر قصف طال المنطقة الخضراء ومطار البصرة، بإشارة محمولة على وعيد أن غضب الشارع سيقابل بإغراق البلاد مجددا بدوامة عنف ودماء. أما ساسة العراق فيحاول كل طرف منهم ركوب موجة الاحتجاجات واتهام منافسيهم بإحراق مقر أحزابهم، وهذا توظيف يحمل من الإسفاف كما هائلا ما أثار استهجان المتظاهرين. إذن كسرت البصرة قيود الخوف وتجاوزت صيحاتها جدار الأحزاب وأذرعها المسلحة، وبليلة الجمعة الطويلة أضحى ما بناه تجار الدم والبترول على مدى 15 عاما كومة من رماد. يقول التاريخ إن الشعوب تمرض لكنها لا تموت.